Hans, Heil Khaldi. أحياء حمص المحاصرة هطول كثيف مثل لوج على هذه الأحياء برد قارس جدا بعض آثار الدمار الذي خلفه القصف العشوائي على هذه الأحياء أحياء حمص المحاصرة مرحبا شو عم تلعبوا ما انكم بردانين؟ بردانين شوي بس ما نلعب دحكي يعني تخدرنا طيب شوي ضربونا ها وين؟ صاروخ ضليتوا انت صاروخ؟ صاروخين كمان وضليتوا عم تلعبوا؟ ما نخاف غير من الله نحن نحن ما نخاف لا من الطيارة ولا من الكيماوين نحن ما نخاف غير من ربنا حتى لو متنا منصورين نحن بنروح الجنة إذا ماتوا هني بيروحوا على النار وحتى لو انتصرنا هني بيموتوا بيروحوا على النار نحن من دم هاي أبو لولا أبو شهيد أنت أبوك شهيد؟ إيه إدسة ما مستشهد؟ طلع فيك صار له كتير؟ اشتقتي له؟ هلا برداني ما هي؟ هنكون شو تدفوا فيه؟ لا انت هلا مطلع دام بالدفى كيف تكون تدفوا؟ اذا ما في مازوت ما في صوبيا حطا كسر فيه طيب في هلا ناس عم يسمعوك شو بتقولي لهم؟ الله ينحل روحك يا حافظ نحن ما خايفانين من حدا ما هي؟ لا بدنا نضل نلعب بدنا نضل نلعب حتى لو قصفونا ما هي؟ تعال توصل طيارة لهون ما بنبقى يا تعال يا جعفة قول له لوين بدك تطلع؟ بدي اطلع على الجبهة فجأة اطحش عليهم وفجأة يكبس لهم ارجع للرش ويرجع لهم اقتل جيج واخذ طار ابي بدك تقتل الجيش بدك تاخذ طار ابوك يلا ان شاء الله يا رب انتو الجيل بتكون ترفع رايت لا اله الا الله ما هيك؟ ايه ننتصر ما هيك؟ الله محمد رسول الله سيدنا محمد قائدنا للابد سيدنا محمد فلينظر العالم الى هذا الجيل جيل الحريات جيل الذي سوف يرفع رايت لا اله الا الله رايت الاسلام في ارض سوريا الحبيبه هذه الاجيال تربت ونبعت في هذه الأحداث وتربت على حب الله تربت على القصف والدمار وتتحدى العالم أجمع وتتحدى العالم أجمع أن سوريا سوف يرفعون فيها راية لا إله إلا الله ما في مدارس ما هيك؟ في مدارس؟ لا عم تروح على المدرسة؟ لا شايف هذا الحشيش نحن عم ناكله عم نطبخه وناكله ليش؟ لأنه بالشهر ما في شيء ناكله ما في خضرة رح يموت الأولاد من قلة الغذاء بس رغم كل هذا نحن شو؟ نحن صابرين وبنقول شو؟ الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نحن صابرين أمة لا إله إن شاء الله قريبا النصر ما هيك؟ إن شاء الله يا رب هاي علامات النصر تكبير الله